شاردة تقف بلقيس أمام هذا المشهد، لا لجمال تفاصيله، بل لأنه المتسبب بامتداد خيوط الدخان كل ليلة لتخنقها حتى صار مرض اختناقها مزمناً. والد هذه الفتاة هو الآخر، يجلس كل يوم سارحاً أمام هذه المصانع التي خلقت مخلفاتها أزمة صحية لدى هذه الأسرة. سويت الهرنين، سويت قال التهاب القصبات، انطوها قطرات ومدري شنو. صارت زينة همي، أنا بقيت فد أسبوع أسبوعين، اشتغل المعمل بالليل، كانت هم المبردة تشتغل، اختنقت ماتت. يعني بالليل أخذتها المستشفى المدائن بس بحيث يفتحون، وهي مو ذاك المرض عندها، التهاب قصبات، بس هاي الدخان والمعمل هذا واحد أكثر شيء أكثر من ذن المعامل، هنا كلهم تلوث. واحد من عتن هذا إذا اشتمت ريحته يعني تنتهي تموت. والله الدخان معامل بس بالليل، بالنهار ما في دخان. بالليل تجين تطلع تشوفين هاي من هنا كل شيء ظلمة، يعني من أثر الدخان اللي هو يطلع بالش اسمه. والله أنا مرض قلب عندي، كان سويت جهاز، شديت الجهاز هذا بالنفيس، وممكن تشتم الريحة ولا هذا، قام شوية اختناق يصير عندي. الليل هو الوقت المفضل لأصحاب هذه المصانع لتشغيل معاملهم، وعتمته تعني بدء ويلات بلقيس، إذ يتسلل الدخان من مداخن المصانع زائرا ثقيلا على الساكنين هنا، ولا يغادرهم إلا عند طلوع النهار. المناطق السكنية أقدم للمعامل، أي وعد. اثنين، احنا عندنا بالنسبة لنا شكاوى مقدمين إلى 2012، وكل سنة احنا نقدم شكوى على المعامل، لكن للأسف الشديد لا توجد أذان صاغية لهذه الشكاوى. أتحدث لكم عن آخر كتاب صدر من وزارة البيئة. هذا الكتاب انه وزارة البيئة ادعوا بالكتاب انه ما عندهم، لا يوجد لديهم كوادر ليلية تكشف على المعامل اثناء التشغيل. متأذين من الدخان، الليل كل العالم مختنقة، احنا كلجان حراك شعبي بالمنطقة العالم تتصل علينا يريدون من عندنا فد حل، واحنا قدمنا بما به الكفاية واكثر. المحافظ يدري، وزير البيئة عنده معلومة، الوكيل عنده معلومة. مصانع الإسفلت وتدوير الدهون التي أنشئت بعد عام 2003 في منطقة حي التأميم في قضاء المدائن عند الجنوبي الشرقي من العاصمة بغداد، وعلى مقربة من المناطق السكنية، تغلق لأيام عدة ما أن تثور ثائرة المواطنين ثم تعود بعدها للعمل من جديد، وملامة الناس تلقى على المؤسسات المعنية بالبيئة، بينما تشير الأخيرة إلى أنها لا تمتلك لجان كشف الليلي للتأكد من صحة عمل هذه المصانع. زينب المشاط، حديث بغداد، MBC العراق.